حياكم الله متابعين مربعات من جديد، اخوكم عبد العزيز، واليوم جاي اغطي لكم عروض بيستون من عند وكيلها مجموعه جير. طبعا قبل نبدا خلوني اعرفكم على الفرع الجميل هذا، فرعهم الجديد في الدائري الشمالي وراي المدينه الماليه وايضا وينترلاند. نحن في مخرج 4، الفرع ذا باذن الله بعد شهر من الان سوف يتم تدشينه باذن الله. قبل ان نبدا كالعاده لا تنسون من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع مربع نت. انا عبد العزيز، ويلا نبدا عروض بيستون. عروض جدا قويه مع بدايه العام، عندهم عروض دون ضريبه قيمه مضافه، عندهم عروض ايضا 50-50، عندهم خصومات او استرداد نقدي يصل الى 7000 ريال سعودي، ايضا عندهم حلول تمويليه بصفر هامش ربح وصفر رسوم اداريه دون اي مقدمات. يلا نبدا مع العرض الاول. مع العرض الاول اسمه صفرناها عشانك، راح تسمع اصفار كثير في هذا العرض. 0% دفع اولى، 0% رسوم اداريه، وايضا 0% هامش ربح، وايضا دليل على ثقتهم في سياراتهم 6 سنوات ضمان مفتوح كيلو. العرض هذا يشمل طراز بيستون T99 وT77 برو، وايضا B70 بجميع فئاتها وموديلاتها، موديلات 2022 و2023 ايضا. والعرض هذا يسري حتى 31 يناير الجاري او نفاد الكميه، يعني تلحق او ما تلحق. العرض الثاني سهل وبسيط عشان كذا سموه سهلناها. كل بساطه 50% من قيمه السياره تدفعها دفع اولى، 50% بعد سنتين وراح تاخذها بقيمه الكاش، واكيد بدون هامش ربح، واكيد راح تصيد من ضمان 6 سنوات مفتوح الكيلو. العرض هذا يشمل طرازين وهما T99 والT77 برو بجميع فئاتها، وايضا موديلات 2022 و2023. والعرض هذا يشمل عملاء الشراء النقدي فقط، والعرض ساري حتى 31 يناير او نفاد الكميه. والعرض الثالث على السريع لانه لسه باقي عندنا عرض اخير، ضريبه علينا. بكل بساطه الشركه تحمل عنك ضريبه 15%، واكيد راح تستفيد ايضا من ضمان 6 سنوات مفتوح الكيلو. والعرض على سيارات بيستون T99 بجميع فئاتها، الموديلات 2023 فقط، ويشمل عملاء الشراء النقدي فقط ايضا، ومستمر حتى 31 يناير الجاري او نفاد الكميه. اما الاسعار قبل الخصم وبعد الخصم بتكون كالاتي: فئه الديلوكس سعرها الاساسي 117700 ريال، وبعد العرض 102430 ريال سعودي. فئه البريميوم سعرها الاساسي 121840 ريال، وبعد العرض 106030 ريال سعودي. فئه الليموزين سعرها الاساسي 129430 ريال، وبعد العرض 112630 ريال سعودي. العرض الرابع والاخير من شركه بيستون، وهو على التي 77 برو بجميع فئاتها، موديلات 2023، وهو استرداد نقدي بقيمه 7000 ريال سعودي على الشراء النقدي. طبعا اكيد راح تستفيد من ضمان 6 سنوات مفتوح الكيلو. العرض هذا ساري حتى 31 يناير او نفاد الكميه، وتكون الاسعار فئه البريميوم سعرها الاساسي ب 91135 ريال، وبعد العرض 83085 ريال. فئه الليموزين سعرها الاساسي 101830 ريال، وبعد العرض 93780 ريال سعودي. كذا نكون وصلنا لنهايه تغطيتنا العروض شركه بيستون. اكتبوا لنا تعليقات وش رايكم في العروض، وايضا وش رايكم في سيارات بيستون بشكل عام. اذا حاب تستفيد من العرض او حاب تستفسر عن اي شيء يخص هذا العرض، راح نرفق رابط اسفل الفيديو، ادخل وعب بياناتك باذن الله الشباب راح يتواصل معك ويخدموك باللي تحتاجه. انا عبد العزيز، وفي الختام لا تنسى من اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصل كل جديد مع مربع نت، وايضا لا تنسى تشير المقطع مع اي احد حاب يتعرف على شركه بيستون.